ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودلوقتي حوارنا عبر زوم مع الكابتن عمرو الحلواني لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق. عمرو الحلواني يعني 348 مباراه في الدوري المصري الممتاز و48 هدف و54 اسيست. ارقام عمرو الحلواني اللي بدا من النادي الاهلي اللي توج معاه بالدوري وكاس مصر والسوبر الافريقي واحترف في اليونان وعاد لنادي الانبي عشان يلعب معاه 10 سنين ولعب لانديه ثانيه زي حرس الحدود واسوان والاسماعيلي، والسنه دي اعلن اعتزاله في ملعب اسوان قبل مباراه الاهلي ونال تحيه الجماهير. اهلا بيك يا عمرو معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، طبعا بنتشرف بيك. عبد الرحمن ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك، مبروك البرنامج يا حبيبي، ودايما من نجاح لنجاح، وانا فخور ان انا في قناه النادي الاهلي. ده احنا اللي فخورين بوجودك معانا حبيبي والله، انت من الناس اللي ما عليهاش لا مشكله اخلاقيه ولا سمعنا عنك اي مشكله حصلت في تاريخك كله. خرجت من النادي الاهلي، انا عارف الظروف اللي انت خرجت بيها من النادي الاهلي، انت حظك طلعت كان جيلبرتو ومحمد عبد الوهاب موجودين، رغم ان انت كنت طالع انت وحسام عاشور بس، انا فاكر من الناشئين كان مانويل جوزيه اختارك انت وحسام عاشور بس يعني. ففعلا انت ما سمعتش مشكله ليك، بس كلمني بقى عن احساسك يوم ماتش الاهلي واسوان في الملعب وانت بتتكرم باعتزالك من النادي الاهلي. الحمد لله طبعا عبد الرحمن على كل حاجه، طبعا اليوم بالنسبه لي مش هيتنسي ابدا. انا اخترت ماتش اسوان والنادي الاهلي عشان خاطر انا لعبت في اسوان السنه اللي فاتت وعملت موسم استثنائي، وطبعا كان سبب شرطي في اعضاء مجلس الاداره طبعا في اسوان اشكرهم كلهم بلا استثناء، وقفوا جنبي جدا. كان شرط ان انا اخر ماتش ليا قدام النادي الاهلي اللي هو بيتي اللي انا اتربيت فيه، وكنت سعيد جدا اليوم ده، كان فيه جمهور كتير قوي عبد الرحمن، وجمهور اسوان الناس بصراحه بيحبوني جدا وانا بحبهم وبعزهم جدا، وكمان اتفاجئت بجمهور النادي الاهلي العظيم، الحاجه جميله جدا لما رحت لهم وحييتهم. كل الناس بصراحه عبد الرحمن حيتني ونادت عليا، وده يعني حاجه يعني سعيد بيها جدا، جمهور النادي الاهلي بيند عليا والحمد لله فاكرني، وانا بحب النادي الاهلي وده بيتي، وكنت سعيد قوي لما الجمهور قعد يند عليا مره واثنين وثلاثه، وده مش حاجه جديده على النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي اللي هو بيحب ولاده وبيحب الناس اللي هناك في النادي الاهلي ولعبت بجد وانتمت للنادي الاهلي. طب انت فعلا من ولاد النادي الاهلي، ده ينطبق عليك لان انت في النادي الاهلي من وانت عندك 10 سنين يعني، وكابتن فريق فرقتك وانا شاهد على ده يعني، انا عارف انت بدات ازاي في النادي الاهلي، بس انا عايزك تكلمني عن بدايتك في النادي الاهلي وازاي اصلا دخلت النادي الاهلي في عمر صغير كده. كنت بلعب في الشارع عادي، وكان في اختبارات في النادي الاهلي وكان عندي 10 سنين، كان ساعتها كابتن ليمي شاهين هو مدير قطاع الناشئين وكابتن صبحي حلمي الله يرحمه، فعملت اختبارات والحمد لله يعني عملت كل الاختبارات ونجحت، ودخلت سن ال 10 سنين كان كابتن علاء هو المدير الفني، وتطرقت بقى في الناشئين كلها مع كابتن بدر رجب مع مستر كروفر مع كابتن محمد السيد مع كابتن محمد وهبه مع كابتن حسام البدري مع كابتن ضياء السيد مع كابتن عبد الله الشافي مع كابتن ماهر همام. مرنت مع اسماء كبيره كلها، ما فيش ولا اسم معدي بالراحه كده. طبعا ده يدل ان النادي الاهلي ساعتها زمان كان بينقي احسن ناس وافضل ناس، عشان احنا كان ساعتها كابتن صالح سليم الله يرحمه كان بيجي لنا كتير جدا جدا عبد الرحمن. ايوه فاكر طبعا، كان دايما يقول لنا انا باجي لكم كتير عشان انتوا الاساس وانتوا المستقبل، اللعيبه بتاع الفريق الاول طبعا عارفين هم بيعملوا ايه، انتوا لسه صغيرين فلازم نعمل اسس اللي هو تحب النادي الاهلي ازاي وتعيش على السيستم بتاع النادي الاهلي ازاي. فبصراحه اتعلمت كتير جدا جدا، وكان افضل مدربين في مصر ساعتها كان بيمرنونا عبد الرحمن. طيب كان موجود وده زي والدي طبعا، الناس ما تعرفش اللي كابتن احمد ناجي. لا انت اخويا طبعا، دي كده كده يعني. طبعا عشرة عمر عبد الرحمن انت متربي معانا طبعا، ربنا يخليك. كابتن احمد ناجي الناس ما تعرفوش اللي كابتن احمد ناجي واقف جنبي في موضوع الصعود الفريق الاول، عشان كان ساعتها ماسك مع مستر مانو البوزيت. لا استنى بقى، انا عايزك تكلمني عن نقطه، انت بتطلع من الناشئين انت وحسام عاشور بس يعني، كان ساعتها مستر مانو جوزيه بيعتمد على ان هو يجيب لعيبه من بره اكتر كمان، انا فاكر كويس يعني. قول لي بقى اليوم اللي انت عرفت فيه ان انت طالع من الناشئين، وكان السبب طلوعك ايه؟ الماتش اللي اتفرجوا عليك كان ايه؟ اكيد انت فاكر الكلام ده كله يعني. طبعا طبعا فاكر كل حاجه. كنت انا جاي من منتخب الشباب، وكان ساعتها مستر مانو جوزيه مسك في 2004 شهر 1 2004، كان في بطوله الامم الافريقيه في تونس، كان ساعتها كابتن محسن صالح هو المدير الفني المنتخب مصر، كان في توقف حوالي شهر ونص، فانا كنت ساعتها جاي من منتخب الشباب كان عندي 18 سنه بالظبط، وكان في ماتشات مع الفرقه ال 20 سنه كنت مساعد مع 20 سنه، ومستر مانو جوزيه طلب من كابتن فتحي مبروك كان هو المدير الفني يلعب ماتشات وديه في مختار التتش، عشان كابتن مستر مانو جوزيه اتفرج على اللعيبه كويس جدا يعني. كان في ماتشات وديه كتير، كان فرق مع الكونغو، اول ماتش ليا كان ساعتها باك ليفت،
الحمد لله عملت ماتش مميز جدا عبد الرحمن، وعملت جول وعملت ماتش الحمد لله. كان كل ساعتها كان في جمهور ساعتها بيتفرج على الماتشات بتاعتنا، كل الناس اتكلمت عليا كويس جدا ساعتها. كان من طمانه جدا كان بيتفرج على الماتش، هو كابتن احمد ناجي وكابتن حسام البدري وكابتن طه عرابي ساعتها كلهم كانوا في الفريق الاول. بعدها بثلاث ايام كان عندنا ماتش ودي برده مع فرقه من تشيل، الحمد لله عملت ماتش كويس قوي وجبت جول. بدأ مستر جوزيه ياخد باله مني قوي يعني، وسأل عليا كويس جدا كابتن احمد ناجي عشان هو كان مدربي كان في الفرقة في بتاعتك، طبعا كان ماسك الفرقة بتاعتك الناشئين. طبعا كان ماسك الفرقه بتاعتي حوالي 4 5 سنين، فكان عارفني كويس جدا. فهو اتكلم مستر جوزيه قال له اللعيب يعني الحمد لله عنده شخصيه ولعيب مميز في بتاع ناشئين طول المراحل السنيه ولعيب منتخبات. لعبنا الدوري مع كابتن فتحي مبروك قدام الزمالك وقدام الاسماعيلي، مستر جوزيه اتفرج على الماتشات دي كلها. ف ساعتها كان كابتن بطل الله يرحمه موجود في الفريق الاول. انا كنت كان يوم جمعه، انا فاكر كويس جدا، او كان يوم جمعه وانا قاعد الصراحه ونايم ونايم. كان ساعتها حد من الصراحه اللي شغالين لقيته صراحة بيصحيني الناشئين مكتوب في صراحه الناشئين مكتوب بالبنط العريض عبد الرحمن تصعيد عمرو الحلواني للفريق الاول. طبعا انا ما كنتش مصدق، ويعني فرحان فرح ما نمتش تاني، ويعني فرحان فرح غير طبيعي. يعني مش مصدق ان انا اطلع على الفريق الاول. ساعتها كان الاداريين كابتن عماد الامام الله يرحمه كلمني في التليفون وقال لي انت معانا بكره في التمرين. رحت لقيت كابتن صد بطل مستنيني ومستر مالو جوزيه وكابتن حسام البدري وكابتن احمد ناجي وكل طب قول لي بس، انت طلعت كان المجموعه بتاعت اللعيبه، بس وضح للناس انت كنت طالع في وسط مين؟ يعني سيبك، احنا قلنا جلبرتو وابو وهاب دول الباك ليفت، انت طالع بقى في وسط مين فوق بقى؟ طالع في وسط عمالقه. كان ساعتها كابتن محمد عماره، كابتن محمد جوده، كابتن رضا شحاته، كابتن خالد ديب، وكابتن سامح حفيظ، كابتن هادي خشبه، كابتن محمد شوقي، كابتن ياسر رضوان، كان ساعتها كابتن امير عبد الحميد. كان كل الجيل ده، كل الجيل ده كان موجود. كانت لعيبه كبيره جدا، كابتن خالد بيبو طبعا كان موجود ساعتها. كان كل الناس دي كانت موجوده، فاتمرنت معاهم والحمد لله. يعني مستر مانو جوزيه كان اول يوم انا وحسام عاشور بصراحه ما عمل اجتماع اتكلم علينا كويس جدا قدام الثقه، قال لك الولاد دول لعيبه صغيرين، لعيبه عندهم شخصيه، فدول ساعدوهم وقفوا جنبهم. بصراحه الكلام ده ادانا دافع كبير جدا، وكملنا معاهم حوالي سنتين وشويه في الفريق الاول بالنسبه لي انا. طيب عايز اسالك بقى عن، انت طلعت من النادي الاهلي مباشره احتراف في اليونان، احكي لي الاول ازاي جالك انت. طبعا ما كانش فيه للاسف في وقت احترافك سوشيال ميديا، ودي نقطه بالنسبه لي صعبه جدا ان انت تحترف في وقت ما فيهوش سوشيال ميديا وتبقى عامل نجوميه ومحقق وبتاع وما فيش حد في مصر متابع ده، دي حاجه طبعا ظلمتك، انت اتظلمت في اكتر من حاجه الحقيقه يا عمرو. لكن قول لي قصه، الحمد لله بس ربنا هيعوضك ان شاء الله، انت شايف حب الناس ليك، انت راجل مالكش مشكله في تاريخك يعني. طب قول لي بس الاول ازاي خرجت لليونان؟ اتكلمت انت، كان كابتن طارق سليم تقريبا هو مدير الكوره مش كده؟ بالظبط، كابتن طارق كان هو المدير الرياضي، وكابتن طارق كان هو مدير الكوره. اللي حصل ان انا كان عندي كاس عالم في 2005 في هولندا، كان في وكيل يوناني كان بيتفرج علينا، طلب مني ان انا ابقى موجود في اليونان. قلت له انا موجود في النادي الاهلي. نزل اتكلم مع باشمهندس عبد الطيعي وقال له احنا عايزين عمرو في اليونان، وباشمهندس عبد الطيعي كلم كابتن طارق سليم وكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي، كان ساعتها هم لجنه ثلاثيه. وبصراحه انا ساعتها كان في باكات ليفت كتيره جدا في الفتره دي، طبعا كلهم كانوا نجوم، كان جيلبرتو ومحمد عرابي الله يرحمه واحمد ابو مسلم، فكان فرصتي في اللعب كانت هتبقى يعني ضعيفه جدا، فهم فضلوا ان انا اطلع بره في الاحتراف، وهم كلهم الحمد لله بصراحه وافقوا كلهم، والباشمهندس عبد الرحمن ساعدني جدا ان انا اطلع، والحمد لله طلعت قعدت 4 سنين، يعني من احسن 4 سنين قضيتهم هناك في اليونان والاحتراف. اتعلمت حاجات كتير جدا عبد الرحمن هناك، واللي ساعدني على كده ان انا كنت بلعب في النادي الاهلي 10 سنين بنفس السيستم ونفس الاحتراف ونفس الفكر بتاع اوروبا، فانا متعود عليه من صغري. فلما رحت هناك ما تعبتش خالص عبد الرحمن في العيشه، ولا المعامله مع المدربين، ولا المعامله مع اللعيبه، ولا المعامله مع الجمهور، ولا حتى رتم الماتشات، ولا حتى رتم الفوز، ولا حتى رتم اللي ازاي تحترم الناس وازاي تحترم المدرب. كل ده انا كنت متعلمه في النادي الاهلي وانا صغير، فادني حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب انت ما كانش في سوشيال ميديا ساعتها، وما كانش في الضجه اللي بتحصل على لما لعيب يحترف في الوقت ده، خصوصا ان انت طالع سنك صغير جدا وطالع من منتخب الشباب، ودي قصه هرجع لك فيها بعدين لان انت شايف اللي بيحصل في منتخب الشباب. قول لي كنت بتتعامل ازاي، وجالك عرض انبي ازاي لما رجعت؟ انت جيت ما شاء الله قعدت في انبي 10 سنين وده برده ريكورد يعني. كان حظنا وحش ساعتها يا عبد الرحمن، ما كانش فيه ولا سوشيال ميديا ولا انستجرام ولا اي حاجه خالص،
كان اخبار عاديه، كان الناس كانت بتكتب على اللي هي موقع الاهرام او الاخبار او ساعتها كان الموقع اللي هي الورقيه يعني، ما كانش دي ساعتها انت لو في الزمن اللي احنا فيه ده اللي بيطلع على نادي درجه ثانيه بيبقى معروف هو فين، لو في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي يعني. والله بس كان ساعتها في صحفيين كتير جدا بصراحه كانت بتتابع معايا جدا، وكان بيكتبوا ما كنت بنزل المنتخب الاولمبي وما كنت بنزل المنتخب الاول ما كانش حد شحاته بصراحه. الناس كانت ساعتها على قد الامكانيات ساعتها في مصر، كانت بصراحه الناس كانت مهتميه جدا، بس طبعا ما كانش في سوشيال ميديا زي دلوقتي. الموضوع دلوقتي مختلف تماما تماما تماما. انا لعبت 4 سنين في اليونان، بعد كده ابويا الله يرحمه مات 31/3/2010 بالظبط، فنزلت خدت العزاء قعدت 10 ايام، فرجعت بقى يعني مامتي واخواتي قالوا لي لازم ترجع مصر تبقى جنبنا، فاخدت قرار ان انا ارجع مصر في الصيف بتاع شهر 2010 شهر 7. ساعتها كان سياده الوزير سامح فهمي وكابتن عبد الصادق، كابتن عبد الصادق كان هو مساعد مدير قطاع الناشئين لما كنت في النادي الاهلي مع كابتن محمد رمضان، شخصيه محترمه جدا. ساعتها كان مدير كوره في انبي فكلمني، كنت ساعتها مدرب عام، وكان في مدرب مالينوف مدرب بلغاري كان ماسك في اليونان، فكان عارفني كويس جدا. فلما اتعرض الاسم وقال له قال له عمرو حنا قال طبعا لازم يكون موجود. واحنا ساعتها كان نادي انبي كان عايز يعمل فرقه محترمه وكان عايز يجيب لعيبه، كان لسه طالع ساعتها انا فاكر من دوري الدرجه الثانيه، وعايزين يجيبوا فرقه والناس عندها ثقافه الفوز وبتاع. بالظبط كان طالع بقاله سنتين تقريبا، وكان اخر سنه فيها هو كان ماشيين وحش، كان بنفس عروض. فسياده الوزير سامح فهمي بصراحه قال لك لا انا عايز اعمل السنه دي فرقه محترمه، عايز اجيب لعيبه شخصيات لعيبه منتخبات، عايز انافس على دوري، عايز اخد مركز، عايز اخش افريقيا. السنه دي جاب وليد سليمان وجاب كابتن عبد الظاهر السقا وجاب محمد شعبان وجاب محمد ابو العلا، كان جايب كذا حد من بره، كان عبد الظاهر كان جاي من تركيا تقريبا كابتن عبد الظاهر، وانت كنت جاي من اليونان، كان في محترفين جايين كتير. وكابتن ابو العلا كان عامل موسم كويس جدا، وكابتن وليد سليمان كان مكسر الدنيا في التيشيرت، ومحمد شعبان كان مكسر الدنيا في التيشيرت، وكانوا لعيبه في منتخب مصر. هو كان جاب حوالي 6 7 8 صفقات لعيبه هايله جدا جدا جدا. كابتن عبد الظاهر كلمني وخلصت معاه كل حاجه ونزلت مضيت، ولعبت بقى 10 سنين في اندي يعني الحمد لله حققت مع اندي كاس مصر، يعني اندي يعني خد 2 بطولة كاس مصر واخد واحده منهم الحمد لله، لعبنا 5 مرات كونفدراليه، وعن طريق اندي بقى الحمد لله رحت منتخب مصر الاول ولعبت ماتشات افريقيه كتير، والحمد لله حققنا رابع دوري كذا مره وثالث دوري كذا مره الحمد لله. لعبت 10 سنين برضه انا سعيد بالتجربه دي، وتجربه يعني عزيزه على قلبي يعني. طبعا نادي اندي ناس محترمه جدا وناس بروفيشنال، دايما انا كنت مسميه اهلي بيه يعني نفس السيستم دايما، عشان كنت العب صادق دايما هو اللي كان حاطط برضه السيستم. صح، هو برضه ابن النادي الاهلي ونفس السيستم ونفس الدماغ ونفس كل حاجه، فدايما كان الدنيا كانت سهله جدا في اندي، عشان كده انا قعدت 10 سنين في النادي. طيب انت ناوي تتجه، يعني ده سؤال مهم بالنسبه لي عشان انا عايز اعرف اتجاهاتك هتبقى ايه دلوقتي. انا شايف ان انت ينفع تبقى اعلامي جدا كمان، انت بتتكلم كويس قوي ما شاء الله. ناوي تتجه للاداره ولا للفن للتحليل الفني، ولا ناوي تتجه لان انت تبقى ليك دور التدريب وكده، انت خصوصا ان انت كمان اشتغلت مع عدد مدربين كبير جدا كلهم على اعلى مستوى، فممكن تشتغل تدريب، ممكن تشتغل اداره، ممكن تشتغل في الاعلام، انت بتفكر في ايه؟ طبعا هناخد عبد الرحمن كل الدورات التدريبيه، وهاخد كل الدورات اللي انا لازم انجح فيها، بس انا كل الدورات التدريبيه انا الاسبوع الجاي داخل دوره تدريبيه وهسافر بره مصر، بس انا حابب من جوايا عايز اجرب موضوع الاداره، تبقى مدير كوره، تبقى منسق عام، تبقى في الاعلام، الحاجات اللي هي دي انا حاسس ان الحاجات دي يعني هعرف افيد فيها. انا من الناس اللي بحب اتفرج على ماتشات، بحب احلل الماتشات، بحب اتفرج على لعيبه، بحب اجيب لعيبه، بحب اظبط السيستم بتاع اللعيبه، انا بحب اعامل اللعيب كما زي ما انا كنت انا بحب اتعامل وانا لعيب يعني. فانا دي ناقصه حاجات كتيره جدا في مصر الفتره دي، فانا نفسي اخش في المجال ده بتاع الاداره او الحاجات اللي هي بتاعت المنصب العام، الحاجات اللي هي التحليل. بما انك متربي في النادي الاهلي فده يعني انا شايف ان اللي اتربى في النادي الاهلي اقرب حد لان هو يشتغل باللي انت بتقول عليه ده، عرف سيستم النادي الاهلي، عرف النظام اللي ماشي عليه، عنده كمان العقليه بتاعت النادي الاهلي. انت اتربيت يعني قطاع الناشئين النادي الاهلي 10 سنين وحتى فتره احترافك رجعت، انت محافظ على العقليه بتاعت النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، فانا شايف ان انت برضو ممكن يبقى ليك دور كبير جدا في قصه الاداره دي فعلا يعني. طبعا النادي الاهلي معلمنا كل حاجه، النادي الاهلي من صغرنا عبد الرحمن والله العظيم مش كلام. طبعا انت كنت عايش معانا، انت كنت عايش معانا جدا بصراحه، وانت متربي معانا، يعتبر واحد من يعني انت اخونا الصغير وعارف كل حاجه عننا. بصراحه النادي الاهلي ما سابش حاجه غير معلمها لنا كخبره في الفوز، وخبره في ازاي تتعامل مع الناس، وازاي السيستم بتاعك عارف الليك واللي عليك،
ازاي ما تغلطش كمدرب، ازاي لو خسرت تتعامل ازاي مع الناس، حتى الجمهور نفسه ده انت كده يا ابن النادي الاهلي فعلا يتكلم وعقلية معاك. النادي الاهلي طبعا هذه. يتكلم معاك باسلوب ازاي، وازاي تتعامل معاهم في المكسب وفي الخساره، ودايما كان الاهلي معلمنا لو كسبت تقفل الصفحه، افرح النهارده وبكره بيوم تاني وبطوله تانيه ومكسب تاني. عمرو كله انت كان فعلا فرحانين كده. يعني باللي انت بتقوله ده كده انت يعني ينفع في الحاجات دي، شخصية النادي الاهلي كاركتر ينفع يبقى شغال في الحاجات دي كلها. انا بشكرك يا عمرو جدا جدا جدا، يعني ابن من ابناء النادي الاهلي، واحد من الناس اللي عملت تاريخ بدون ما تعمل ولا مشكلة حقيقة يعني، وهو ابن لمنتخبات الشباب، خلي بالكم لعب كاس عالم واتشاف بره ورجع احترف في اليونان، يعني شوفوا تأثير منتخبات الشباب عامل ازاي. دي حاجة كده بس احب اقفل بيها الحلقة يعني. كده خلصت النهارده حلقتنا في 7 داي سبورت، يعني اتمنى ان احنا نكون قدمنا حلقه فيها اخبار كويسه، وكان كمان معانا انترفيو كويس مع عمرو الحلواني طبعا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في 7 داي سبورت، وفي الختام خير سلام.